طلبت المرحلة الرابعة للدراستين الصباحية والمسائية. هذا تسجيل يخص محاضرة الفلود راوتينج، ومن بداية من أول سلايد يعني راح نتعرف على الراوتينج in general والمعلومات اللي راح نبنيها من هذا الدرس هي يعني إلها أساس للدروس السابقة اللي أخذناها بالهايدروغراف واليونت هايدروغراف. الراوتينج يعني على مود نشرح هذا الموضوع مكتوب الآن أمامكم بهذا السلايد، إنه sometimes it becomes essential to know the depth of flow at a specific location of a channel. يعني في بعض الأحيان نريد نعرف العمق الجريان في القناة في موقع معين من القناة، وهذا المعرفة لازم تنبني على معلومات متوفرة عندنا تجينا من الأبستريم لوكيشنز. يعني at any location upstream ممكن نستخدم المعلومات من هذا اللوكيشن ونحصل على الهايدروغراف بالداونستريم لوكيشن. هذه يعني القضية ممكن تصير. This can be done by following the flood routing procedure. فالflood routing procedure راح تسهل لي عملية استنتاج أو استخراج الأوتفلو هايدروغراف or the hydrograph at a downstream location from the information given at the upstream location. The river, when a river is in floods, the depth of flow and the hydrograph at different locations along the river course are not the same. ليش الهايدروغراف والأعماق الجريان على المسافة معينة من النهر تكون مو متساوية؟ بسبب موجة الفيضان أو موجة الجريان الزائد عن المعتاد اللي اجت للنهر وانتقلت من الأبستريم للداونستريم. السبب لأنه الجريان هنا ممكن نوصفه بأنه هو non uniform and unsteady. non uniform يعني متغير مع المسافة، unsteady يعني متغير مع الوقت. هنا بهذا الشكل عندنا مخطط إلى watershed، والwatershed تعرفنا عليها، عرفتوها بالهومورك الأول. وهذه الwatershed هنا هي تبذل من خلال هذا الستريم اللي موجود بهالشكل المخطط أمامنا. وأكو عندنا ستريم جيج نمبر 1 وعندنا ستريم جيج نمبر 2 at the outlet. فالهيدروغراف اللي مسجل بالجيج نمبر 1 راح ممكن نستخدمه في استخراج الهايدروغراف اللي يخرج من هاي الواترشيد at the outlet at gauge number 2. ف in such a case the depth of flow and the hydrograph at each section depend on شنو. يعني راح يعتمد على شنو؟ يعتمد على ال depth of flow and the hydrograph at a section upstream of it. يعني عمق المياه بالجيج نمبر 2 والهايدروغراف بالجيج نمبر 2 راح يعتمد على عمق المياه والهايدروغراف in general بالجيج نمبر 1، لان جيج نمبر 1 هي upstream of gauge number 2. بعد الشيء يعتمد على شنو؟ يعتمد على الهايدروليك characteristics of the river in between the two sections. شنو هن الهايدروليك characteristics؟ عفوا، انه مثلاً slope of the river, length of the reach, Manning's coefficient والcross sectional area. ذني كل هن العوامل راح يحددن الهيدروغراف at the downstream. مسألة مشابهة يعني outflow hydrograph from a reservoir، وهذا يعتمد بدوره على الانفلو هايدروغراف للرزوار، الستورج كاباسيتي مال الرزوار، والديسشارجينج كاباسيتي مال السبلواي. السبلواي هو فد منشأ هايدروليكي انتو راح تتطرقوا له وتطرقتوا له سابقا بالمنشآت الهايدروليكية. هذا منفذ للطوارئ لما خزان المياه اللي حجزه سد معين تجي كميات مياه
أكثر من قابلية السد على تصريفها، فبالتالي تخرج المياه عن طريق منفذ الطوارئ اللي هو يسموه السبلواي. على مود نصمم السبلواي كمنشأ هيدروليكي نحتاج نعرف كمية الجريان اللي توصل له كيو، فكيو من يحددها؟ يحددها الأوتفلو هيدروغراف اللي بدوره ممكن استخراجه من المعلومات اللي تجينا من الانفلو هيدروغراف اللي تدخل للخزان. هذه صورة أخرى للسبلواي اللي ممكن أنه يكون سبلواي شكل آخر يؤدي نفس الوظيفة، أيضا من تزداد المناسيب عن الحد اللي يستطيع السد أن يصرفه، فتخرج المياه على شكل تخرج من منفذ الطوارئ بهالصورة الموجودة أمامكم. فالصورة على اليمين لخزان مياه بمستوى معين من المياه بشكل طبيعي، والصورة اللي على اليسار بمستوى معين من المياه أكثر من الطبيعي نحتاج أنه نصرفها باستخدام السبلواي. وأكيد صارت عندكم فكرة أنه هذا السبلواي هو واحد من المنشآت الهيدروليكية كلها تعتمد على كمية التصريف اللي يجي، وكمية التصريف يحسبها موضوع الهيدرولوجي. فمرة نحسب الهيدروغراف واليونت هيدروغراف، ونشتق الهيدروغراف من أي ستورم بروجكتد، أي ستورم متوقعة anticipated rainfall معين يجينا، كل هذا نبلوره ونستخدم هاي العلاقات وهاي الطرق بالإضافة للراوتينج اللي تعلمناه اليوم في تصاميم هاي المنشآت. طبعا تطبيقاتها هواية، مو فقط في مجال المنشآت الهيدروليكية اللي تسيطر على حركة المياه وتنظمها وتخزنها للاستفادة، سواء بتوليد الطاقة أو الاستفادة من المياه بالزراعة وهاي الأمور، إنما حتى تمتد لمآخذ المياه بمحطات الشرب، ضفاف الأنهار، إنشاء المدن، نقل الملوثات اللي ممكن تكون داخل المدينة، لها تطبيقات كلش هواية. الهدف baseline bottom line مالتنا إنه نعرف إيش قد تصاريف معينة تجينا. ومثل ما تعرفون أنتوا عايشين بهاي المدينة وتسمعون بالأخبار إنه هاي التصاريف كلش مهمة في تحديد الأراضي الزراعية، في تحديد كميات مياه الشرب اللي تحتاجها المدن وهكذا. عليه ممكن نعرف الراوتينج على أنه the procedure of calculating the depth of a flow and the hydrograph at a section, knowing the flood hydrograph at the upstream section and the hydraulic characteristics of the channel in between or the hydraulic characteristics of the reservoir in between definitely. فهذا التعريف، تعريف الـ flood routing. عندنا two types of flood routing اللي هو through a channel و through a reservoir، اثنيناتنا راح ندرسهن. وعندنا أيضا الـ flood routing procedure، إما hydraulic routing أو hydrologic routing. الـ hydraulic routing هي تعتمد على الـ continuity equation والـ energy equation والـ momentum equation، وذني معادلات من نوضعهن راح ناخذ بالنظر الاعتبار انه التصريف متغير مع الزمن والتصريف متغير مع المسافة، والمسافة هي اما مسافة طولية وعمودية وافقية، فراح تصير عندنا معادلة تفاضلية partial differential equation، معادلة تفاضلية جزئية تحتوي على تكامل باربع متغيرات. حل هيك معادلات يستوجب معرفة الباوندري conditions وإجراء فرضيات معينة للتخلص من بعض المتغيرات على مود كامل المعادلة. هنا هذا الحل بنوع من الكومبلكسيتي very complex، وقد ما يعطيني true picture. ودخولنا كطلاب بكالوريوس بهيك تفاصيل ما مطلوب من عندنا بالوقت الحالي، إلا اللي يكمل بهذا الاختصاص ممكن يشوف حل هاي المعادلات، طرق حلها وتطبيقها على أرض الواقع. عليه الهيدروليك راوتينج ما راح ناخذه، راح فقط نركز على الهيدرولوجيك راوتينج. الهيدرولوجيك راوتينج
يعتمد على الكونتينيوتي إكويجن، وهاي مبدأها بسيط، أنه الانفلو ماينس أوت فلو يساوي التشينج إن ستورج، ونخليها على شكل معادلة، فالآي ماينس أو يساوي دلتا أس، طبعا هاي أوفر أبريد أوف تايم مقدارة دلتا تي، فراح يصير يعني المعادلة اللي قبلها قسمتها على دلتا تي. فش راح يصير عندنا الاي هو الانفلو التكعيب اوفر تايم، والاو هو الاوتفلو التكعيب اوفر تايم، والدلتا اس هو التشينج ان ستورج. هذا هو مصداق للمعادله اللي قبلها، ما يحتاج اقسم المعادله اللي قبلها على دلتا تي، لان انفلو ماينص اوتفلو يساوي تشينج ان ستورج. الانفلو هايدروغراف الاوردينيتس مالته هن الاي 1 الاي 2 الاي 3 وهذا جيفن. الاوت فلو هايدروغراف الاوردينيتس مالته هن او 1 او 2 او 3 اند سو اون سو فورث. ذني الاو 1 والاو 2 والاو 3 احنا نريد نحسبهن، لان هن اللي راح يحددن تصاميم المنشأ المعني باللوكيشن المعني. عليه اوفر ا تايم انترفال اوف دلتا تي الانفلو فوليوم، راح ناخذ معدل الاي 1 بلس اي 2 اوفر 2. الاي 1 هو في بدايه دلتا تي، والاي 2 هو في نهايه دلتا تي، فاي 1 بلس اي 2 اوفر 2 تايمز دلتا تي، and the outflow volume will be the same, means that او 1 بلس او 2 اوفر 2 تايمز دلتا تي. هذا يعطيني فوليوم. من نطبقه بالمعادله راح يكون اس 1 ماينص اس 2 يساوي الـ I1 plus I2 over 2 times delta T minus O1 plus O2 over 2 times delta T. وهي equation number 1 نخليها في بالنا أثناء الحل. As stated above, in a river during floods, the flow شنو non-uniform و unsteady and very complex to solve. عليه هاي المعادلة، معادلة رقم 1، هي تفترض الـ change occurring gradually، تدريجي with time. ففرضت يعني ضافت لنا نوع من الـ simplicity، وطتنا في الطريقة على مود نسوي solving. هذا أصلا أيضا مو فقط يسموه flood routing، إنما يسموه stream flow routing. stream flow routing وأكو طريقة للحل، طريقة مشهورة مستخدمة في معظم الموديلات اسمها Muskingum method، وهذه الميثود هي يعني طورها عالم اسمه مكارثي 1938، وطبقها في نهر بأمريكا اسمه نهر مسكنغام، مسكنغام ريفر، لذلك سموها مسكنغام ميثود. فإذا أخذنا سكشن بالنهر، سكشن A وسكشن B موجود أمامكم الآن، بالفلو يتجه من A إلى B، وبالنقطة A عندنا inflow، بالنقطة B عندنا outflow. والdistance between the two sections is L، ونشوف انه الstages يعني ارتفاع المياه بالsection A يختلف عن السكشن B بسبب وجود موجة الفيضان او موجة مياه فوق الطبيعي جاي من الابستريم. اذا حللنا هذا الشكل فعندنا two volumes هنا، two storages، storage جاي من البريزم، وهنا نقدر نحسبه من K times Q على أنه K هي الستورج تايم كونستانت، وهذه تمثل التايم اللي تحتاجها الويف أنه تنتقل من النقطة A للنقطة B. فإذا نضرب K في Q، K في Q راح تعطيني يعني مقدار البريزم، الستورج اللي يصير بالبريزم. ايضا عندي ستورج ثاني هو الوج، واللي يجينا من الفلود من الويف الاضافيه، وهذا هو فراكشن من الاي ماينص كيو. يعني اذا عندي كميه داخله اكبر من الكميه الخارجه، نطرح الكميتين ونضربهن في الزمن اللي هو كي هنا. مو فقط هنا، بهاي الطريقه المسكنغام قال لازم نضربها في اكس، اكس على مود نسوي اكاونتينج للإمباكت of both inflow and outflow discharges on the storage inside this ridge. يعني تأثير كل من الجريان الداخل والجريان الخارج على مقدار الخزين اللي يصير بهذا المقطع.
لما يصير عندي فيضان فراح نشوف الوجه positive لأن I أكبر من Q، ولما يصير عندي يعني falling بالفلود يبدي يتناقص نشوف الوجه يصير negative لأن I أقل من Q. البريزم فوليوم K في O، والوجه storage هو K في X في I minus O. X يسموها weighing factor وهي dimensionless وتتراوح قيمتها من 0 إلى 0.3، ومثل ما قلت قبل شوية هي تسوي accounting for the relative effect of inflow and outflow on the storage. عليه total storage هو البريزم storage plus الوجه storage، ومنخليه بالمعادلة راح يصير S يساوي K في O plus KX times I minus O، وإذا سوينا لها simplification وإعادة تنظيم راح يصير K في XI plus 1 minus X times O. فبالبيجنينج مال تايم ستيب عندنا S1 بهالشكل، وبالنهاية التايم انترفال عندنا S2 راح تكون المعادلة بهالشكل. بالS1 نستخدم I1O1 والS2 نستخدم I2O2. نعوض بالمعادلة المعادلة مال change in storage، يعطيني S1 minus S2 يعطيني إياها بهالشكل هذا. هنا فقط S2 minus S1 باعتبار هسه S2 وS1 معادلات اثنين هن موجودات عندي، فممكن نطرح واحدة من الثانية نحصل على هاي المعادلة رقم اثنين. إذا خلينا X يساوي 0 راح مباشرة نشوف الوجه ستورج يساوي 0، فعليه ما عندي أي ويف إضافية ويكون منسوب أو ميلان سطح الماء بالقناة موازي لميلان قاع القناة. إذا عوضنا هسه نعوض المعادلة الثانية بالأولى راح نحصل على O2 يساوي لنا C0 times I2 plus C1 times I1 plus C2 times O1، وهذه المسكنجام راوتينج إكويجن على أنه C0 و C1 و C2 نحسبهن من هاي المعادلات لأنه all of them functions of delta T, K and X. السميشن مال C0 C1 و C2 هو 1، وبروسيجر مال الحل راح نشوف نحسب بالبداية C0 C1 C2 لأن عندي دلتا T و X و K، ومن عدهن هذني راح نطبقهن في معادلة مسكنجام نحسب O2، ونوب نحسب S2 من المعادلة رقم 2. والدور ما دام عندي S2 O2 وعدي الكوفيشنات اثنينات نحسب O3 و S3، وتستمر هاي الميكانيكية إلى أن نلقى O4 O5 O6 O7 وكل الأوردينيتس بالأوتفلو هيدروغراف. الأوتفلو هيدروغراف will be the inflow hydrograph for the next reach in the river. هاي مسألة منطقية. هنا هذا typical drawing للإنفلو هيدروغراف والأوتفلو هيدروغراف، وهنا مجموعة من الملاحظات نلاحظها مثل إيش؟ الماكسيموم أوتفلو ديسشارج is less than the maximum inflow discharge. نشوف البيك هنا بالاوتفلو هيدروغراف أقل من البيك بالإنفلو هيدروغراف، والفرق بيناتهم يسموه attenuation. أيضا نشوف التايم على مود يوصل الماكسيموم بالاوتفلو هيدروغراف أكبر من التايم على مود يوصل الماكسيموم بالإنفلو هيدروغراف، وهذا يسموه translation or lag. أيضا نشوف البيز بيريد يعني الاوتفلو هيدروغراف يمتد على مدة زمنية أكبر من المدة الزمنية اللي يمتد عنها عليها الانفلو هيدروغراف. آخر شيء لازم نعرف أنه الانفلو فوليوم يساوي الاوتفلو فوليوم، هذه الماس أوف كونزرفيشن لو، يعني من كامل المساحة تحت المنحني مع الانفلو هيدروغراف الناتج راح يكون نفس تكامل المساحة مال تحت المنحني مع الاوتفلو هيدروغراف. قبل لا نروح المثال نتكلم عن دلتا تي. دلتا تي هي span of time، وإحنا قبل شوية سوينا averaging. averaging يعني I1 plus I2 over 2 O1 plus O2 over 2. هذا الaverage يعني يسوي assuming linear relationship between the beginning and the ending of a time step، واللينير هي مو صحيحة، يعني ماكو شيء بالطبيعة linear.
إنما إحنا نحاول نقربه على أن يكون لينير. المهم فدلتا تي كل ما تكون قليلة كل ما الأكيورسي مال سوليوشن تكون أعلى، مو بس تكون قليلة لازم تكون أقل من المدة الزمنية اللي ينتقل بيها الماء من سكشن A إلى سكشن B. عادة يأخذوها نصف أو ثلث القيمة من سكشن A إلى سكشن B. نأخذ مثال هذا إنفلو هيدروغراف إن ريفر نعطيني قيمة K الوقت اللازم على مود ينتقل ل يعني downstream location 4 hours نعطيني X.3. نريد الراوتينج مع هذا الهيدروغراف. أول شيء نسوي يعني نحسب C0 C1 C2 نطبق المعادلات باعتبار X و K و دلتا T موجودات عندي والنوب بنطبقهن ذني الكوفيشنات الثلاثة بالمعادلة مع المسكنغام إكويجن ونشوف O2 تعتمد على I2 I1 و O1 O3 راح تعتمد على I3 I2 و O2 O4 تعتمد على I4 و I3 و O3 وهكذا. ما دام ذني المعادلات موجودة عندنا المعادلة نطبقها بالجدول. البداية time 0 الانفلو يساوي الاوتفلو، time 1 نطلع هاي القيمة من انه نضرب negative 0.212 times I2 اللي هي هنا 16، 0.515 times I1 اللي هو 10 فصير 5.15. هذه القيمة نستخرجها من 0.6969 في O2 في O مع الـ previous time step فتصير times 10 صير 6.97. التايم ستيب 2 هنا third time step شو نسوي 0.212 في I2 اللي هي 28 هنا I 8.24 تجي من 0.515 times 16 6.08 تجي من 0.696 times 8.73 وهكذا نستمر بالجدول إلى النهاية. من نرسم هذه الكير تشوف نفس الميكانيكية، عدي البيك بالإنفلو أكبر من البيك بالأوتفلو، عدي التايم بريد نشوف البيك تحول من 45 إلى 30، نشوف البيز تايم بالإنفلو هيدروغراف حوالي 10 ساعات لما هنا نتحول امتد إلى حوالي 17 ساعة. observations هنا مذكورة، هنا عندنا homework بسيط تقدرون تطلعون عليه وتحلوه باستخدام الاكسل، راح يسهل الاكسل هواية يسوي saving هواية time يعني بالنسبة لكم. شكرا للأصغاء، ألتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله، تحياتي.